السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة تفسير الرؤى والأحلام. اليوم في هذا الفيديو سوف أتكلم عن تفسير رؤية زيارة القبور في المنام للمرأة المتزوجة. إذا قامت المرأة المتزوجة بزيارة القبور في المنام برفقة زوجها، فهذا يشير إلى السعادة والاستقرار في الحياة الزوجية واقتراب حملها عن قريب بإذن الله تعالى. وإذا رأت المرأة المتزوجة أنها تقوم بزيارة القبور في المنام ووجدت الكثير من الأشخاص الذين يجلسون حولها، فإن هذا يرمز إلى ضرورة إخراج صدقات ودفع الزكاة التي فرضها الله تعالى عليها، وإخراج الصدقات على روح أقاربها المتوفين حتى تدخل الجنة وتنال رضا الله عز وجل. وإذا رأت المرأة المتزوجة أنها توجهت لزيارة قبر أمها المتوفية في المنام، دلت هذه الرؤية على احتياجها للراحة النفسية والسلام والاطمئنان والأمان الذي تفتقده منذ وفاة والدتها، حيث كانت تشعر إلى جوارها بالكثير من الاستقرار والاحتواء. وفي حالة إذا كانت المرأة المتزوجة ترتدي ملابس الزفاف وتذهب من أجل الزواج من شخص متوفى، فإن هذه الرؤية تدل على اقتراب أجلها، والله تعالى أعلى وأعلم. وتبشر رؤية زيارة القبور في المنام للمرأة الحامل بالشفاء العاجل بإذن الله تعالى من كل سوء أو ضيق أو هم أو بلاء أو مرض كانت تعاني منه في السابق، والتمتع بالصحة والعافية والسلامة الجيدة والقوة. وإلى هنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وشكرا لكم على المتابعة.